يعني نستفيض في الحديث. خليني أقول لحضراتكم خبر عاجل ومهم جدا تم الإعلان عنه منذ لحظات من قبل رابطة الأندية المحترفة المصرية، وهو خاص بتأجيل مباراتين للنادي الأهلي، وقرار أكثر من رائع ومميز. إيه هما المباراتين؟ رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراتي النادي الأهلي أمام إيسترن كومباني اللي كان مقرر ليها يوم 12/4 اللي هو يوم الثلاثاء اللي جاي، وايضا مباراه امبي ضد الاهلي اللي كان مقرر ليها يوم 19/4 في الاسبوع الخامس عشر. قرار مهم ومميز جدا في ظل ضغط المباريات لممثل مصر في افريقيا وهو النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ الاهلي هيلعب بكره باذن الله تعالى مع المصري البورسعيدي، يكون موفق ياخد 3 نقاط ويتفرغ تماما لمواجهتي الرجاء المغربي في بطوله دوري ابطال افريقيا يوم السبت والجمعه بإذن الله تعالى. وده اللي كنا بنتكلم فيه شوية أنا وزميلي محمد سعيد. في نفس الإطار برضو رابطة الأندية المحترفة برضو قررت تأجيل ماتشين بالنسبة لنادي المصري البورسعيدي ممثل مصر في الكونفدرالية الأفريقية. كان عنده ماتش مع الإسماعيلي يوم 13/4 في الأسبوع الـ 14 تم تأجيله، والمصري كمان كان عنده ماتش ضد البنك الأهلي يوم 20/4 في الأسبوع الـ 15 وتم تأجيله. فبالتالي قرارات مميزة يا محمد، وكان لابد منها في الحقيقة في ظل الماتشات الصعبة للفرقتين. كنا لسه بنتكلم في القرارات دي من شوية وقلنا تكافؤ الفرص وفي مساحة زمنية من كل مباراة والتانية. مثلا المصري مريح من ساعة ما رجع من مازيمبي، هيلعب لسه بكرة مع الأهلي. الأهلي لما رجع بعد نهاية البطولة الإفريقية لعب ماتش الاتحاد السكندري، يلعب ماتش المصري. نفس الأمر مع بيراميدز لما رجع من الكونفدرالية لعب كذا ماتش قبل الزمالك. الزمالك كان مريح بقاله أكتر من حوالي أسبوع. فتكافؤ الفرص ده يعني الرابطة شافت إن لا، الفرقتين أو 3 فرق اللي بيمثلوا مصر في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الفترة اللي جاية محتاجين مساحة وقت، لأن كمان الرجاء المغربي ما عندوش ماتش بعد يوم السبت، عنده ماتش يوم السبت في الدوري وهيفضل أجازة مريح ما عندوش ماتشات لغاية لما يلعب الأهلي يوم السبت اللي بعده. عايز أعرف تعليق